بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أصدقائي، معكم أنا مصطفى، قناة رفيق الدرب، الدرس 7 بسلسلة دروس اللغة التركية مع الأستاذ مصطفى. انسجام الصائت الصغير كتشك أنو أيومو. انسجام الصائت الصغير، هاي القاعدة مكونة من قسمين. في القسم الأول، في المقطع الصوتي الأول في الكلمات التركية، إذا كان الصائت حرف مستوي دوز، وحروف المستوية هي الآ والآ والإ والإي، في هذه الحالة فإن الصائت الذي يليه يكون مستوي أيضا، أيضا بيكون دوز. يعني معنى الكلام، إذا كان الصائت الأول دوز، اللي بعده دوز، بس اللي بعده ما لنا علاقة في هالشغلة. نحن عم نحكي هون، هاي القاعدة مو مثل قاعدة بيكون يومو انسجام الصائت الكبير. هاي القاعدة بتتعلق بحرف صائت والصائت اللي بعده، مو بكل الصوائت في الكلمة. تمام، ننتبه على هالنقطة. يعني مثلا كلمة كيدي، كيدي حرف الآ، هذا الآ بالمقطع الصوتي الأول من الكلمة، هذا حرف دز مستوي، هذا هو، هو حروف مستوية. طيب المقطع الصوتي الثاني حرف الإي كمان مستوي أيضا لازم يكون. إذا الشق الأول من القاعدة شو قال؟ في المقطع الصوتي الأول من في الكلمة، إذا كان الحرف الصائت مستوي في فإن الصائت الذي يليه في المقاطع الصوتية اللي بعده كمان بيكون مستوي. مثلا كلمة بارداك، كأس، بار هذا المقطع الصوتي الأول وهذا المقطع الصوتي الثاني، حرف الآ هاد دوز، وأيضا هذا حرف دوز مستوي أيضا. كلمة كاب، كاب الآ هذا مستوي وأيضا هذا حرف مستوي، كاب با مكونة من مقطعين صوتيين، المقطع الصوتي الأول هذا آ مستوي وهذا مستوي أيضا. إذا وصلت فكرة القسم الأول من القاعدة. الآن ننتقل إلى القسم الثاني من القاعدة، هنا ننتبه هون بالقسم الثاني. في المقطع الصوتي الأول، طيب نحن قلنا أنه إذا كان دوز في البعده الصائت البعده بيكون دوز. طيب إذا كان يفار لك، أنه هنين الصوات عدد 8، طيب إذا كان يفار لك مدور، في المقطع الصوتي الأول في الكلمات التركية، إذا كان الصائت مدور فإن الصائت الذي يليه بيكون في عنا احتمالين، إما بيكون حرف صائت مدور مقبوض دار يفار لك، يعني يا أو يا أو، يا أما بيكون دوز جنيش مستوي مبسوط آ أو آ. يعني مثلا نجي على كلمة زور لوك، زور لوك مكونة من مقطعين صوتيين، هذا المقطع الصوتي الأول، طيب حرف الأو هاد بالمقطع الصوتي الأول هذا حرف يفار لك، وكونه هذا يفار لك معناته في المقطع الصوتي اللي بده يجي بعده حرف الصائت هذا، تمام، لازم يكون إما من هول الاثنين الأو أو الأو أو الأ أو الأ، أجا حرف الأو معناتها هاي الكلمة منسجمة إلى التوافق إلى الانسجام الصائت الصغير. طيب كلمة كوبوك تعني رغوة، مكونة من مقطعين صوتيين كوبوك، طيب حرف الأ الأو هاد هذا حرف يفار لك، وكونه يفار لك معناته في المقطع الصوتي اللي بعده، تمام، يا هو الحرفين لازم يكونوا يا هالحرفين هدول. طيب شو اجا حرف الأو، وهذا حرف صائت، تمام، مدور مقبوض دار يفار لك، معناته الكلمة منسجمة. كيو، كيو تعني بير بئر، حرف الأو هاد مدور، طيب حرف الأو هاد كمان مدور مقبوض، تمام. بيوك كبير، بو يوك، طيب هذا الأو مدور يفار لك، وأيضا هذا الأو مدور مقبوض، معناتها هذا هاي الكلمات كلياتها متوافقة منسجمة. طيب الحالة الثانية، نحن قلنا إذا كان الصائت الأول، إذا كان الصائت الأول مدور، الصائت اللي بده يجي بعده، مو الصوائت، الصائت اللي بده يجي بعده يا بده يكون او 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 ا او ا. طيب توباتش، توباتش يعني زخرف، يعني صياح،
هذا بنلفه وبيلعبوا فيه الأولاد، تمام؟ تو باتش، تو باتش. المقطع الصوتي الأول حرف الأو، تمام؟ المقطع الصوتي أجا الثاني أجا الآ. طيب بيصير؟ إيه نعم بيصير، أنه هذا الآ هو حرف دوزجينيش، آ والآ. كوبك الأ مدور، الآ جنيش وبنفس الحرف دوزجينيش، حرف الآ والآ. كولاك أذن، كوبك طبعا تعني كلب، كولاك أذن، كولاك. كو المقطع الصوتي الأول حرف الأو مدور. طيب الآ هذا دوزجينيش، تمام؟ آ. كوش لاك، كوش لاك يعني المكان اللي فيه طيور صيد، المكان فيه طيور صيد اسمه كوش لاك. طيب حرف الأو هاد بالمقطع الصوتي الأول مدور. طيب حرف الآ هذا اللي أجا بعده حرف سائط مستوي مبسوط، معناته هاي هاو الكلمات كلياتها منسجمة حسب قاعدة انسجام الصائط الصغير. إذا نرجع بنذكر أنه هاي القاعدة كتير هامة ومكونة من كم قسم؟ من قسمين. الآن نجي على تمرين هام جدا حتى نفهم المسألة. التمرين في عنا كلمة أورانجي وكلمة دندرما. كلمة أورانجي طالب، انتبهوا عليها. أول شيء منقطع الكلمة. طيب نبدأ بهالتقطيع. أورانجي. طيب بعد ما قطعت أنا الكلمة بتأكد كم حرف سائط فيه؟ واحد اثنين ثلاثة، لازم يكون عندي ثلاث مقاطع، واحد اثنين ثلاثة، فعلا ثلاثة. طيب بس هيك؟ لا، في كمان شغلة تانية بدي أتأكد أنه هو المقاطع فيه هيك أنواع، فيها النوع هذا مثلا على نفس هذا الوزن حرف سائط وصامت. نعم فيه، مثل كلمة أوك سهم. طيب في على نفس هذا الوزن؟ اي نعم في، مثل كلمة قش شتاء، اخذناها بالدرس المقاطع الصوتية. في على نفس الوزن هذا الصامت، صامت وصائط. على نفس الوزن كا، أركاداش، كا حرف الكا انسز والآ اندو. طيب اذا هاي الكلمة تقطيعي هيك سليم. طيب نرجي هلأ بدنا نشوف هاي الكلمة حسب قاعدة انسجام الصائط الكبير، ها اللي أخذناها في الدرس الماضي مطابقة. نعم هذا إنجا، هذا إنجا، هذا إنجا، تمام، هاي متوافقة منسجمة حسب حرف الصائط، حسب الصائط الكبير. نجي على الصائط الصغير، شو قالت القاعدة؟ قالت القاعدة إذا الحرف بالمقطع الصوتي الأول الحرف مدور، هذا مدور، كويس. طيب بالمقطع الصوتي اللي بده يجي بعده حرف الصائط هاد لازم يكون دوزجينيش، يعني ا او ا، او يكون يوفارلا دار او او او. طيب اجا ا مع هذا المقطع الصوتي مع هذا المقطع الصوتي متوافق. طيب بس السؤال، نجي على المقطع الصوتي اللي بعده اللي هو الجي، الاي هذا، هذا الاي له علاقة بهذا الأ بالتوافق الصوتي بقاعدة انسجام الصائط الصغير؟ ما له علاقة. هذا الاي له علاقة بالآ، هذا الاي له علاقة بالآ، والآ له علاقة بالأ، ما في علاقة بين الاي والأ بقاعدة انسجام الصائط الصغير. طيب هذا الحرف ايش هو هذا الحرف؟ دز، صحيح؟ هذا حرف مستوي. طيب حسب القسم الأول من القاعدة إذا كان الحرف الصائط مستوي البعده بده يجي أيضا مستوي، أجا هذا مستوي أيضا، الإي حرف مستوي للسبب الآ منسجم مع الأو الأ والإي منسجم مع الآ، تمام؟ فهمنا شلون؟ نجي على كلمة دوندرما. دوندرما بوزة منقطعة، دون دور ما قطعناها. طيب نجي على حرف الأو. الحرف الأو هاد وحرف الأو هاد في نشوف أنه في انسجام صائط صغير بيناتهم،
هذا حرف الأم مدور، ما دام هذا الحرف مدور يفرلك معناته بعده في له احتمالين، يا يكون يفرلك ضار أو يكون دوزجنيش. طيب هذا حرف الأو هذا يفرلك ضار، معناته حرف الأو هذا منسجم حرف الأو حسب قاعدة انسجام الصائت الصغير. طيب نجي على حرف الأ هذا، طيب هذا الأ لازم يكون منسجم مع مي بهذه القاعدة، لازم يكون منسجم مع الأو، هذا الأ ما له علاقة بالأو هذا. حرف الأو هذا شو هذا؟ حرف الأو هذا مدور يفارلك، طيب هذا الحرف أ هذا دوزجنيش، الأ والأ دوزجنيش معناتها متوافق، إذا هذا متوافق مع هذا وهذا متوافق مع هذا، معناتها بنقول عن هي الكلمة أنيتها منسجمة حسب قاعدة انسجام الصائت الصغير. ننتقل الآن إلى مجموعة ملاحظات، هاي الملاحظات مرت معنا سابقا بقاعدة انسجام الصوت الكبير نفسها، ولكن في بعض الأشياء ننتبه عليها. لا تبحث الكلمات المقتبسة من لغات أخرى في قاعدة انسجام الصوت الصغير، وهذه بعضها الكلمات، مثلا كلمة أدبيات، كباب، كالوريفير، طاري، شكايات، هكاية، بالينا، بالينا، دوماتس، هول الكلمات كلمات مقتبسة من لغات أجنبية، الأدب والكباب والتدفئة المركزية، التاريخ، الشكوى، الحكاية، الحوت، البندورة، هاو كلمات أجنبية ما بندرسها بهي القاعدة. الملاحظة الثانية، لا تبحث الكلمات ذات المقطع الصوتي الواحد في قاعدة انسجام الصائت الكبير وأيضا الصغير، تمام؟ في قاعات انسجام الصائت الصغير كمان ما بنبحث، مثلا كلمة أوك سهم ما بنبحثها في هالقاعدة، ولا ساتش شعر، جل وردة، سوز كلام جز فصل الخريف مرادف لكلمة صنبهار، ما بندرسها في هاي القاعدة. ملاحظتنا الثالثة، لا تبحث الكلمات المركبة في قاعات انسجام الصائت الكبير والصغير أيضا، مثلا كلمة بلقي سيار، كمبيوتر، بازار تسي، يوم الاثنين، صامانيولو، مجرة درب التباني، بيشا دوفر، حصادي، هاو الكلمات أخذناهن في الدرس الماضي. طيب الملاحظة الرابعة، وهي الملاحظة ننتبه عليها، يوجد كلمات تركية الأصل لا تتوافق مع قاعدة انسجام الصائت الصغير، ما هي القاعدة، ولكن منذ قرون كانت متوافقة، جبنا هول الكلمات الأربعة. طيب كلمة ياغمور كانت هي ياغمر هي كانت، تمام، كانت ياغمر، مع الأيام صارت ياغمور، لما كانت ياغمر كانت متوافقة، لاحظوا أن حرف الأ هذا دز وأيضا هذا معناته دز، واثنيناتهم دز معناته هي متوافقة، تغيرت الكلمة حاليا صارت يغمر. وأيضا كلمة يمرطة بيض كانت يمرطة في القديم، كانت يمرطة، وكون كانت يمرطة كانت متوافقة حسب هذه القاعدة يمرطة. وأيضا كلمة تشامور كانت تشامر، كانت تشامر، تمام، يعني وحل أو جأجأة، تمام. وأيضا كلمة كافون بطيخ، تمام، كلمة كافن كانت كافن تمام، كانت كافن، يعني حرف الآ هذا دوز معناته أجا بعده دوز، أوكي، دوز. أما حاليا هذا دوز اللي أجا بعده مو دوز، هذا يفارلك، معناته هاي الكلمة مو متوافقة، بس كانت في القدم كانت متوافقة. طيب ملاحظة خامسة، تنسجم اللواحق مع قاعدة انسجام الصائت الصغير، شلون؟ جبنا هون لاحقة الجمع. طيب كابلار، كا الآ هذا دوز أجا بعده دوز، طيب هذا دوز معناته بيجي بعده دوز، تمام، معناته هاي الكلمة متوافقة واللاحقة منسجمة مع مين؟
مع قاعدة انسجام صار صغير مع هالمقاطع، مع المقطع اللي قبله. طيب لار لاحقت الجمع يعني بوب أبواب، دون ماك هي الماك لاحقت المصدر. طيب هذا الحرف شو هاد؟ هذا يوفارلاك. طيب إذا كان يوفارلاك معناتها نحن باللاحقة المقطع الصوتي اللي بده يجي بعده في له احتمالين، تمام؟ هذا الحرف الآوت من الآ من الآ والآ معناتها متوافق، في توافق بين الآ والأو. طيب وأيضا هون في عنا لاحقة دور، هاي اللاحقة بتساوي من الفعل التشديد، يعني دون ماك، دون ماك هو فعل يتجمد، أما دون دور ماك هو فعل يجمد بالتشديد. طيب لاحقة الدور الأو يفار لك، أيضا هذا يفار لك وضيق. طيب هذا الحرف يفار لك، هذا الحرف دوزجنش، تمام؟ إذا هذا الأو متوافق مع الأو والآ متوافق مع الأو منسجم. دوندرماك هذا مصدر فعل التجميد، أما هذا مصدر فعل التجمد. طيب دوندرما ج، طيب الأو دون مقطع الصوت الأول متوافق منسجم مع الأو، هذا الأو منسجم معه لأنه هذا يفارلك، هذا يفارلك دار، هذا يفارلك، هذا دوز جنيش، هذا دوز، هذا دوز، شايفين شلون؟ دوز هذا، هذا دوز أجا بعده بائع البوزة دون دور ماجة. إذا لاحظوا شو في، في توافق في انسجام، هذا شيء هام بتعلم اللغة. الأو منسجم مع الأو، الآ منسجم مع الأو، الأ منسجم مع الآ. هل يوجد بالانسجام الصائت الصغير هل يوجد علاقة بين الأ هذا والأو؟ هذا لا، هذا الأ له علاقة باللي قبله وهذا له علاقة بقبله وهكذا. أما بقاعات انسجام الصائت الكبير هذا الأو منقول أنيتو كالن وهذا كالن وهذا كالن وهذا كالن، يعني كلن كالن، حروف كالن مفخمة يعني، تمام؟ طيب ملاحظتنا السادسة، في عنا كلمات التي لا تنسجم مع القاعدة مثل كلمة يغمر. قلنا أنه حاليا كلمة يغمر مو متوافقة. ليش ما متوافقة؟ لأنه حرف الآ هاد، لأنه الكلمة مكونة من ياغ ومور، يعني مكونة من كم هجة؟ من ثلاث هجات، ياغ مور مكونة من هجتين وحطينا اللوك صارت ثلاث هجات، أوكي؟ ياغ مور لوك. طيب ياغ حرف الآ هذا دز مستوي، طيب حرف الأو هاد ما نو مستوي، إن احنا قلنا انه اذا كان الاول مستوي بده يجي بعده اجباري مستوي، هذا مو مستوي معناته هاي الكلمة مو متوافقة. طيب في حالة كانت الكلمة مو متوافقة، في حالة كانت الكلمة مو متوافقة كيف بنحط اللاحقة؟ بنحط اللاحقة حسب الصائط الاخير، يعني هذا الصائط الاخير، تمام؟ بنحط اللاحقة على هالاساس، تمام؟ على هذا الاساس. يغمر لوك يعني معناتها مطرية، لباس مطري. موزيك موسيقى. طيب حرف الأو هاد يفار لك، طيب مدام يفار لك هذا بده يجي بعده في عنده احتمالين. طيب هذا الحرف لانو يفار لك دار ولانو دوز جنيش، تمام؟ معناتها هاي الكلمة مو متوافقة، أوكي؟ طيب جينا بدنا نحط لاحقة تشي مثلا، بدنا نساوي الشخص اللي عم يشتغل بالموسيقى موزيكتشي. طيب هذا الاي على اي اساس حطيته؟ حطيته على اساس هذا له علاقه بالاي هذا الصائط الاخير، فان اللواحق تنسجم مع الصائط الاخير في الكلمه، تمام؟ نحن هلا حاليا ما عم ندرس اللواحق، عم ندرس فقط فكره هاي القاعده. لسبب لاحقت اللوك، لاحقت تشي، ان شاء الله تعالى في دروس قادمه راح تدرسوها. الان بس اختصاصكم تفهموا هي القاعدة. لهون انتهى درسنا أصدقائي، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. أي استفسار تقدروا تكتبوه بالتعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.